الله الرحمن الرحيم. كنشكر الاخوان المسؤولين في الحزب ديال الاستقلال بمدينه شفشوان، وانا تحت لي هذه الفرصه لاول فرصه في الحياه ديالي باش نعبر عن المشاعر ديالي اللي كنحس بها والهموم اللي كنعيشها يوميا طيله عمري. هاد الساعه راه كنعبر عن الشعور ديالي بواحد النزاهه وواحد الشفافيه، بما انني انا قراوي امي فقير نعيش تحت خط الفقر، ولكن لا نجد رحمه من اي جهه. عندنا الاملاك ديال الاباء ديالنا والاجداد ديالنا ترملنا فيها المياه والغابه ومشاو وزعها على الغير. حنايا كملاكين ملي كنمشيو نعطيوها الوثائق كنعطيوها الوثائق يقولنا رئيس اللجنه لا مشي بحالك الراجل غادي يمشي للحبس. هادشي في 97 98 99 2000 كان هاد التحديد هذا، وكانت السلطه مسلطه علينا ما كانش عندنا النفس باش نطلعوه، كنا مجبرين باش نفروا ونمشيو بحالنا نتخبعوا، لان حسينا وجانا الخبر باللي انه ما غادي يديروا لنا الفخ، بما ان احنا هجمنا على ديك اللجنه ديال التحديد ومعاهم الناس اللي غادي يشهدوا لهم باش نمشوا حنايا يعني الجنائي ولا الجناح ولا ما انا لا اعرف القانون. انا امي أو مشينا بحالنا بقينا كنلتجئوا من هذه الجهه لهذه الجهه، وبما احنا اميه وفقراء اتصلنا بواحد السيد وجهنا نمشوا نكتبوا تعارض ونمشوا نعملوه في البريد مضمون بالورقه الحمراء، ولهذا ذيك الناس استجبوا لهذا الطلب هذا، وملي استدعونا في المحافظه قالوا لنا خصكم تجيبوا تمشوا تعملوا الملك استمرار الملك وتكيلوه بالمترو، وهما فاتلوا من الارض ديالنا وزعوها على الغير. احنا كامل لكن مشاو الناس لتما باش يخدموا ديك الارض مشاو بشهرين ديال الحبس، داروا لهم الموتيف بما ان الغابه ديال الدوله ومشاو بشهرين ديال الحبس. ثم حنايا ما دينا ولا في ديك الارض، وزعوا هذيك المسؤولين يعني تامروا علينا بالسلطه التشريعيه بالسلطه التنفيذيه بالمياه والغابه، ووزعوها بالفلوس وزعوها على الناس. الان داروا هما الحيازات، حنا عندنا الملك عدلي. وقال الاستفاده من الرميد عملنا مشى عيطوا لنا عملنا الرميد مشينا عملنا ديك الاستماره يعني عمروها على الناس. حنا اميه ما كنقراو ما كنكتبوا ما عرفناش شنو عملوا لنا فيها. الوقت اللي جانا جاتنا البطاقه قال لك خاصك تمشي تخلص 600 درهم، بما ان عندي خمسه اولاد يعني عندي سته، ولكن خمسه هما اللي من حق لهم في ديك الرمي. صبحنا كنخلصوا 600 درهم. العام الاتي اللي جا جابوا لي الشعار ما عندي حتى ريال ما خلصش ما استفاديتش. العام هذا الاخر جابوا لي باش نخلص ما عنديش ما استفاديتش. واش من حق عندي والارض ديالي ها هو كيبغي مياه الغابه ديالنا اللي خلاها الاباء ديالنا. حنا فقراء ما عندنا لا باش نملكوا ولا باش نحفظوا ولا باش نديروا شي حاجه. ما فهمناش يا الدوله شنو غنديروا معاها، لماذا الدوله ما تساعدناش؟ حنا خصنا مساعده ديال الدوله، خصنا مساعده كما كيديروا المساعده في المحكمه للمراه يديروها لنا للرجل القراوي الامي، لانه هو فات درجه المراه. المراه راه القانون رفع بالقيمه ديالها والا الحب، ولكن الرجال القيمه ديالهم باقا تحت الارض. الرجل القراوي راه باقي غايب ما كاينش في الوجود، لانه مهمش مهلوك مقتول. الحالة النفسية لا يرتلى. لا انا دابا اللي ما استفاد من الدولة، عندي تقاعد عندي عمل، شنو غادي يكون لي انا من هنا حتى نموت؟ باش غادي نعيش؟ باش شكون باش يعطيني انا؟ ولادي فقراء انا فقير، ولادي باقيين صغيرين، العمل ما كنعملش، وباش غادي نعيش؟ على الاقل يعطينا غير 20 درهم في الشهر نشرو هذه الطباخيرة، ما يحرق لنا بطننا نبخرو وما يحرق لنا راسنا نبخرو. على الاقل 20 درهم شروا التباخرة. أما الحياة احنا فقط نعالجوا الروح باش نبقى بالروح. أما احنا ما كاينش لا عيش الكريم ولا تنية ولا فقط نعالج الروح باش نبقى بالروح. فقط هذا اللي كنتوفروا عليه. وشكرا الله يرحم الوالدين.